السلام عليكم واهلا بكم معايا في فيديو جديد صباح الخير صباح النشاط والطاقه الايجابيه عشتوني جدا جدا ورجعنا تاني بقى لفيديوهات الروتين والطاقه والنشاط واليوميات بتاعتنا بتمنى تكونوا بخير كلكم يا رب ان شاء الله ونهاركم سعيد النهارده بقى فيديو يعني تنظيف الاسبوعي للشقه وهنشوف مع بعض كده يعني اهم الحاجات اللي لازم ما يعديش اسبوع علينا لما نكون عاملينها علشان شايتنا تفضل طبعا نظيفه دايما وكل حاجه بنكون عدينا عليها كده خلال الاسبوع آه يعني هبدا بسم الله كده يومي الاول بالفطار زي ما احنا شايفين كده حضرت فطار فتره الصباح, الصباح يعني كده او الصبح آه وانا قاعده لوحدي في البيت آه بحب كده يعني اشوف نفسي رايحه على ايه واعمل بقى فطار كده على رواقه وأفطار كده مع نفسي الحاجه اللي نفسي رايحه لها عملت سندوتش كده زي ما احنا شايفين وعملت المشروب بارد الحقيقه ماليش نفسي يعني اني اعمل حاجه سخنه عملت ايس كوفي وبحب يعني مع الفطار كده اشرب اي حاجه سواء سخنه او باردة وبعد ما خلصت فطار والحمد لله هبدا بقى اول حاجه بالبلكونه علشان هطلع فيها الفرش بقى يتشمس كده وهنشر غسيل وهي متطربه ومحتاجه طبعا يعني البلكونه دي على طول او الباول بتكون عايزه تتنضف حطيت كده شويه ميه فيهم ديتول وكلوريكس الوان ورميتهم كده في الارضيه ونضفتهم بفرشه البلاط الخشنه وبعد كده هلم بقى بالشرشوبة عادي هلم بقى المية بقى والحاجة ونشف في الارض كويس آه بعد ما خلصت الارض بقى عندي هنا اي حاجة بقى في البلكونة هلمعها بالديتول طبعا البلكونة عرضة يدخل حشرات واتربة وبتبقى حاجة كده زي ما أكون في الشارع يعني عايزة تنظيف وتطهير آه وعناية يعني اكتر فمعايا كده في طبقة تنظيف ده شوية مية لهم شوية ديتول زي ما احنا شايفين ومعايا فوطة وهلمع بقى اللي هو العلبه بتاعه الغسيل المشابك الغسيل والمنشر وكل حاجه بقى في البلكونه هلمع المنشر ده كمان علشان احط عليه الخداديات والحاجات والمخدات يعني تتشمس فعايزه انضفه كده يعني اديتول طبعا تنظيف وتطهير وتعقيم وكل حاجه وبنحط حاجه كده بسيطه لو عايزين مثلا تمسحوا ارض ولا حاجه اي منظف سائل كده نقطتين معاه انما انا التلميع اللي بعمله ده بالديتور بس آه يعني تطهير كده او تعقيم للاماكن اللي بقولكوا عليها آه بعد كده العلبة بقى بتاعت المشابك دي زي ما احنا ملاحظين آه يعني المفروض المشابك تبقى في علبة متغطية عشان تمنع عنها الاتربة حشرة اي حاجة لانها بسيبها في البلكونة يعني آه فلازم تبقى متغطية كده بنحافظ على المشابك نظيفة ما اتربة علشان المشابك لو اضطربت ونشرت غسيل هيلزق التراب ده في الغسيل طبعا وهو مبلول وهيعلم ويوسخ لك الغسيل بتاعك فانا برضو المشابك باخدها كل فتره كده اغسلها في ميه وشويه صابون سايل والمهم كده على فوطه واجففهم كويس جدا وبعد كده احطهم في العلبه بتاعتهم تاني واغطي عليهم وانضف العلبه برضو كل حاجه آه فقفل عليهم كده المشابك نضاف في العلبه نضيفة بس لمعتها زي ما بقول لكم كده من بره ولمعت كمان الترابيزه دي وسوري البلكونة بقى والحبال عشان حتى غسيل في الغسالة برضو لما تخلص هنشره وكل ده بقى هيتلمع زي ما بقول لكم هخرج بقى الخدديات بتاعه بتاعه اوضتي هبدا بيها بقى انضفها التنظيف الاسبوعي الخدديات كده والفرش يعني اللي كان على السرير وهغير كمان الكسوه بتاعه المرتبه او الكفر بتاع المرتبه يعني ده مش مش كل اسبوع بصراحه بغيره بس يعني بالمره كده طالما هنضف وهغير الملايه هو محتاج يتغير هشيله على طول واغيره واحط غيره يعني قبل ما الملايه وبالمكنسة كده وبالفرشة الصغيرة اللي مع المكنسة هعدي كده على الستاير برضو لو فيها اي اتربة بتتشفط معانا عشان نضمن انها تبقى نظيفة معانا على طول وبرضو اشفط السرير كويس والمرتبة كل حاجة بفرشة المكنسة دي جميلة جدا وبتحكم كده في تشفيط السرير او المرتبة او زوايا المرتبة بتتشفط معايا كويس جدا والمرتبة كمان كنت وريتكم تنظيفة قبل كده بس دي برضو مش بتتعمل كل اسبوع الصراحة ممكن بشوية كربوناتو وبنحط عليهم اي معطر كده او اي قطرات من زيت من زيت مركز يكون ريحته حلوه وبترشوا كده الكربوناتو دي من خلال مصفى كده على المرتبه كلها وتسيبوها شويه بتتعقم وبتاخد بتتعطر وبتاخد ريحه حلوه من اللي احنا حطينا وبعد كده بنشفط الكربوناتو والحاجه اللي كنا حاطينها بالمكنسه عملت انا معاكم الموضوع ده قبل كده بس برده مش بيبقى كل اسبوع بصراحه ممكن كل شهر آه شهر ونص كده انما كل ما بغير الملايه وبشيلها وكده بشفط طبعا المرتبه والسرير و... وكل ده بعد كده طبعا الاوضه اللي بنعملها لازم يبقى فيها التلميعات انا معايا فرشه دي مش بتاعه الشيش دي ممكن كده تطير عليها تطيري كده بيها الأتربة من على الخشب من على المفروشات الكنب أي حاجة دي غير فرشة الشيش دي نضيفة وناعمة قوي عن فرشة الشيش فبطير الأتربة كده من على الخشب وبعد كده بلمع وال والإزاز بالجلانس وخلص كل التلميعات زي ما انتم متعودين معايا وبعد كده بفرش السرير آخر حاجة خالص لأن التلميعات والبليدج والحاجات دي يعني البليدج والجلانس بتاع الزجاج وخصوصا البليدج ريحته قويه قوي فبحب اعمل التلميعات وانا لسه مفتحه الاوضه اللي بلمعها او بنظفها علشان ريحته تطلع ما تبقاش كده مكتومه في الاوضه لان ريحته بتبقى قويه قوي ومزعجه يعني شويه لو كتمت في الاوضه او او لمعتي وقفلتي على طول او اي حاجه فبخلص التلميعات وكل ده مثلا والاوضه اللي بنظفها فيها بلكونه فيها شباك فاتحاه التهويه برده وريحه الحاجات اللي لمعتي بيها برضو تخرج وتتهوى وبعد كده فرش ملايه السرير اخر حاجه وبتبقى خلصت معايا كده الاوضه وطبعا دخلت بقى الفرش اللي كان في البلكونه وهو في الشمس كده اديته تنفيضه كده بايدي على الخدديات وعلى وعلى المخدات والحاجات دي علشان تحسي انها انتعشت ونفشت كده معاكي من الشمس وتعقمت ضروري جدا التهويه ولو كل اسبوع يعني احنا كل يوم بنروق والملايات يعني بتاعت السراير مش شرط كل اسبوع بس بنغيرها ممكن تتغير خلال الاسبوع كذا مره انما ما يعديش الاسبوع لما تكون اتهوت مرة على الاقل او لو عايزة تهويها طبعا مرتين افضل بس الاسبوع ما يعديش لما يكون فرش كل السراير كده خرجت بره وتعرضت للشمس او للهواء وتنفست كده وجالها كده هوا نظيف وعدت عليها الشمس والهوا كده النظيف بتحس ان المفروشات كده انتعشت و... و... معاكي وبقت ريحتها جميله وتعقمت لازم كل اسبوع ما يعديش علينا الا لما نعمل الحركه دي في المفروشات بتاعت السراير وكده الغسالة بقى كانت خلصت الدورة اللي حطها لها الصبح آه هنشرها دلوقتي وهحط غيرها لاني بقى طبعا شلت ملات السراير و والكفر بتاع المرتبة وكده وهفرز برضو الغسيل يعني بحط كل دورة طبعا تكون لون واحد الغوامق مع بعض الفاتح مع بعض واحط برضو دورة تاني الغسيل يعني ما بيخلص وخصوصا اليوم اللي بيكون في تغيير مفروشات او كده ملايات بقى كوفرتات مفارش اي حاجة على السرير بتلاقي الغسيل زيادة شوية عن عن المعتاد يعني او عن اللي انت بتغسليه يوميا ممكن تغسلي بقى في اليوم ده دورتين او تلاتة كمان على حسب بقى ما الحاجه اللي انت يعني عايزه تغسليها كمان دخلت على غرفة الولاد يعني ببدأ لما هغير الملايات والحاجات دي ببدأ بغرف النوم الاول اخلصها وبعد كده اشوف ايه تاني هيتعمل غيرت برضو الملايات نفس النظام تلميعات شفطت الارض بالمكنسة كل حاجة برضو في الاوضة عايزة تتعمل عملتها وهقفلها برضو وهكون كده خلصت معايا وعايزه اقول لكم التنظيف الاسبوعي يعني مش بالضروره كل اسبوع تنظيف اسبوعي يعني كل اسبوع هنمسح الغرف ونشيل السجاجيد وننفض ونمسح ون... تحت الحاجه ونجر والحاجات دي كلها لا مش مش بالضروره ابدا هنعمل كده اسبوعيا ممكن يعني تعدي كده على الاوض تغيري بقى الملايات تغيري مفروشات محتاجه انها تتغير آه تكنسي بالمكنسة بس في أوضة مثلا أنت ناوية عليها النهاردة آه عايزة تشتغلي فيها أكتر شوية عايزة مثلا تمسحي الأرضية تشيلي السجادة تنضفي السجادة تمسحي تحت الحاجة دي بقى عايزة شغل أكتر شوية تبقى غرفة واحدة مثلا بس مش مثلا تنظيف أسبوعي يعني هنشيل كل الأوض وكل السجاجيد بتاعة الشقة كلها وهنمسح الشقة كلها وكل ده لا طبعا مش هينفع ومش هنقدر وكل حاجه فممكن غرفه واحده بس يكون الشغل فيها عميق شويه وباقي الشقه كده تنظيف عادي تلميعات وكنسب بالمكنسه وخلاص وممكن ما حاجه محتاجه ان انت تشيلي سجادتها ولا اي حاجه في, الـ في, الـ في الحاله دي يعني هيكون التنظيف سهل جدا جدا يدوبك دوبك تغيري مفروشات ملايات حاجات بسيطه وتفرشي غيرها وتشفطي الارض بالمكنسه وتلمعي وحاجات بسيطه كانها تنظيف يومي عادي يعني مش هتتعبي فيها خالص وكل حد بقى على حسب شقته بتتوسخ ازاي ومعاكي اطفال صغيرين ولا كبار ولا المكان ده مثلا في القعده ولا المكان ده ما حدش بيقعد فيه كتير كل واحده فينا بقى عارفه شقتها و وايه الاماكن اللي بتحتاج تنظيف يعني اكتر من غيرها وخلصت طبعا برضو الليفينج تلميع والحاجات دي كلها برضو تشفيط المكنسة مفيش مسح مفيش حاجة يعني معينة تاخد وقت او مجهود مني قوي دلوقتي بقى كمان عايزة اقول لكم من ضمن الحاجة الاسبوعية اللي ما تعديش اسبوع وما تنسهاش هي تنظيف باب الشقة ومدخل الشقة الفرشة اللي وريتها لكم دي وريتها لكم اهي يعني عن قرب هي اليد بتاعتها ستلس وطويلة شوية عن فرشة الشيش والشعر بتاعها ناعم قوي عن فرشة الشيش فزي ما بقول لكم دي كده ممكن كنب المفروشات الاتربة من على الخشب ده طبعا بصوا باب الشقة في اتربة وكمان الاضاءة مبينة او الاتربة انا قفلت الاضاءة بصوا الاتربة يعني مش مش من العلاقة أو زي الأول أه بطير كده التراب برضو قبل ما لمع بعد كده التلميع بقى يبقى بالبليدج بتاع الخشب عشان ننظف برضو الباب بتاع الشقه ما ننساهوش ده برضو ما يعديش اسبوع لما ننظفه هو مدخل الشقه المكان بقى اللي قدام الشقه على حسب بقى انت آه مكان آه او مثلا المكان اللي قدام باب الشقه ده بعيد عن الغرف ولا قريب من الغرف ولا مثلا اول ما بتخش كده من الشقه قدامك على طول يعني على حسب بقى انا عن نفسي يعني بعيد كده عن الغرف فبرضو ما بيعديش اسبوع لما احاول انظف الباب من بره ومن جوه طبعا من بره لمعته برضو نفس النظام و وشلت التراب من عليه وكل حاجه والمكان بقى بتاع دخله الشقه ده اي حاجه موجوده فيه بقى حاطه فيه حاجه حاطه يعني تلمع اي حاجه موجوده فيه انا ما عنديش حاجه يعني وصغير صغير كده عندي فمش حاطه حاجه فيه هو باب الشقة وامسح الارضية آه مثلا المشاية الصغيرة اللي بتكوني حطاها قدام باب الشقة اتوسخت عايزة تتشال تحط غيرها برضو لما بتتابع الجزء ده من الشقة كل اسبوع بيفضل دايما معاك نضيف لوحة آه المفاتيح مثلا ديت آه كل حاجة بقى يعني في دخلة باب الشقة كده عموما وانا زعفت المكان ده بس مصورتش بصراحة زعفت كده برضو الحيطان والسقف بتاع الجزء ده وعندي عداد الغاز فوق باب الشقة برضو نضفته كده بالزعافة والمكان يعني كله زي ما بقول لكم بعد كده هلمع برضو المكان ده كده بمية حط فيها شوية من الديتول شوية صغيرين من الكلوريكس الالوان وتلميع كده برضو وبفتح الباب كده كويس واخد من قدامه واخد عتبه الباب وكل المكان ده بقى كده نلمعه برضو وننضفه يعني الحاجات دي كده لما كل اسبوع هو احنا بننضف كل يوم وبنعمل كل يوم تلميعات وحاجات بس لما حاجات معينه كده ما يعديش اسبوع لما تعمليها دايما تكون نظيفه معاكي ودايما شقتك هتبقى نظيفه بخطوات بسيطه جدا جدا ومش متعبه خالص هنخلص دلوقتي بقى الشقه كده تكون خلصت معانا وهندخل بقى على المطبخ نشوف هنعمل غداء النهارده هنعمل غدوه جميله اوي بيحبها الكبار والصغار او كل حاجه عجبك اوي في فيليه زي ما احنا شايفين كده لو عندك في فيليه كده بيبقوا حوالي نص كيلو تقريبا بقطعهم كده مكعبات صغيره عشان هفرمهم بحضرهم للفرم بقطعهم مكعبات صغيره وبنضف بقى اي حاجه موجوده كده الحاجه اللي هي بتبقى بيضه دي اي حاجه بقى ملهاش لازمه بنضف في حتت بتكون كده ناشفه في في الجناب بتاعه بتاعه الصدر نفسه نتخلص منها برضو عشان لما نيجي نفرم يبقى اللحمه ناعمه معانا كلها وبصوا هنا الجزء اللي هو بيبقى الفيليه كده اللي جنب الصدر اللي هو بيبقى عامل زي الصباع لوحده كده بيبقى فيه قطعه كده اللي شفناها دي طلعتها بالشوكه بمنتهى السهوله زي ما شفنا عشان الحاجات دي في الفرم بتبان كده في لحمه الفراخ يعني وبتبقى مزعجه يعني بعد ما قطعت بقى الفراخ اللي معايا هتبلها طبعا دايما بتبلها قبل الفرم واحط لها كل الإضافة. عشان تلزق عليها وبعد كده افرمها بكل المكونات اللي ضفتها لها ضفت لها ملح وفلفل اسود ومعلقه صغيره كده من بهارات الفراخ ومعلقتين كبار من النشا او دقيق او بقسماط اي حاجه بس كده تضمن لي لو في اي سوائل هي هتمتصها معانا وبحط بقى كل الفراخ بكل التوابل اللي ضفتها لها في الكبه بتاعتنا نفرمها وننعمها كويس جدا ودي شكل الفراخ بقى بعد ما اتفرمت كويس جدا معايا ومعايا كمان اصابع من الجبنه الموتزاريلا وشويه من الميه كده ها يعني هدهن ايدي كده وانا بشكل عشان تسهل معايا آه طبعا هنعمل اصابع الدجاج محشيه بجبنه الموتزاريلا بتكون لذيذه جدا جدا بناخد كده جزء من, من الفراخ المفرومة وبنحطها بين قطعة من من البلاستيك ده كيس تلاجة عادي فتحة كده وبحاول افرده على شكل مستطيل او اي شكل يعني مش لازم مستطيل بالزبط احنا هنظبط الوقت الشكل بعد كده بنفرد بالطريقة دي وبعد كده بناخد صباع من الجبنة اللي معانا دي متزرله اصابع زي ما احنا شايفين ممكن تحطوا مبشوره لو مش متوفره عندكم الاصابع دي وممكن كمان ما تحشوش جبنه خالص تحشو مثلا خضار خضار كده متشوح مشكل اي حاجه تحبوها وممكن تحشو مثلا لحمه بارده آه آه لحمه مثلا رومي اي حاجه بارده كده لحمه بردة تحط شريحه مع الجبنه يعني تحطوا الحشوه زي ما انتم عايزين وتقفلوا كده عليها كويس جدا جدا وبرده باستعمال الميه آه نقفل كده عشان نغطي على الجبنه كويس او نغطي على الحشوه ايا آه كانت كويس جدا جدا بالشكل ده بنكمل بقى نفس نفس الطريقة وطبعا الوصفة دي ممكن بعد التشكيل نقدر نحطها على قطعة كده من البلاستيك ونحطها في التلاجة في الفريزر يعني تتجمد كويس جدا جدا وبعد كده نلمها سواء في علبة او في كيس ونقليها بقى ساعة اللزوم بتكون جميلة في اي وقت يعني وبتكون سهلة جدا بقى تحمري منها على طول وتقدمي وبيكون طعمها جميل كده والكل يعني بيحبها وتغيير طبعا عن ما تعملي الفراخ الفيليه معاكي بانيه على طول بانيه بنفس الشكل ونفس الطعم دي طبعا مختلفه شويه برضو عن البانيه في الشكل وفي الطعم زي ما شفنا كده مع بعض حضرت بقى الطبقه الخارجيه اللي هعمل فيها الفراخ آه طبعا طبق فيه دقيق وطبق فيه بيض البيض تبل له ملح وفلفل اسود وضربته مع بعض والبقسماط بقى برضو تبلتها بملح وفلفل اسود وبهارات فراخ وبناخد بقى اصابع الدجاج بقى اللي عملناها بنحطها طبعا في الدقيق والبيض والبقسماط آه الخطوات يعني اللي احنا عارفينها وبخلص بقى الكمية كلها ويستحسن يعني او الافضل بعد ما بنخلص كده بنحط الفراخ دي في التلاجة حوالي ربع ساعة نص ساعة تتماسك كده قبل القلي او طبعا لو هنفرزها بالشكل ده كده زي ما قلت تحطوها في الفريزر ولما تتجمد تجمعوها كده في كيس وتستعملوها في اي وقت تاني انا دخلتها التلاجة حوالي نص ساعة وبعد كده بقى للقلي بيكون معايا كده زيت سخن بس لما نحط بقى الفراخ نخليه على حرارة متوسطة عشان الفراخ تستوي كويس برضو من جوه والجبنه ما تخرجش معانا كده والزيت يبقى سخن او الجبنه تخرج معانا اثناء القلي على نار متوسطة بنقلب كده من جميع الجواهات لغاية ما تاخد اللون ده بالجميل. وبعد كده بنطلعها وبنقدمها. انا هوريكم دلوقتي بقى اقتراح ل... لتقديم بقى الاكل بشكل جميل. وده كان شكل غدانا النهارده قدمته كده بشكل جميل ويفتح النفس قدمت طبعا مع الفراخ مكرونه وبطاطس محمره واي صوص كده تحبوه وكمان شويه من الخضار كده سلطه بسيطه عشان نبقى برضو حطينا خضار مع الوجبه بتاعتنا وبكده يكون فيديو النهارده انتهى وبتمنى يكون عجبكم واستفدتوا منه واخدتوا كده جرعه نشاط وحماس معايا واستفدت كمان من وصفه الغدا بتاعت النهارده واقول لكم بقى نتقابل على خير باذن الله فيديو جديد مع الف سلامه